قتل طالبة المنصورة بيهدد يتخلص من حياته، وأبرز أقواله في أول جلسة محاكمة ليه. ومفاجأة جديدة في قضية ابن وزيرة الهجرة المتهم بالقتل، وخليك معانا عشان ما ينفعش يفوتك. حطيت خطة ونفذتها بحذافيرها عشان أشفي غليلي. ده جزء من كلام المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، اللي كشف مفاجأة جديدة في التحقيقات، وقال إنه حط الخطة بعد ما اتأكد إنها مش هتوافق على الجواز منه تحت أي وضع، وفقد الأمل فيها لأنه كان بيحبها بجنون. المتهم أكد إنه حدد وقت ارتكاب الجريمة بالدقيقة والثانية، بعد ما راقب تحركاتها ومواعيد دخولها وخروجها من الجامعة، وخبى السكينة بين هدومه ومشي وراها، لحد ما وصلت قدام باب الجامعة وضربها من ظهرها كام طعنة، وأول ما وقعت على الأرض كمل طعن فيها ودبحها، ولما كان حد بيحاول ينقذها كان بيهوشه بالسكينة. طب اشمعنى عمل عملته في الوقت ده هنا؟ المتهم قال انه كان متردد في القرار لحد ما حسم امره وقال يخلص عليها، وانه كان هيعمل كده من زمان لكنه اتأخر في قرار التنفيذ، وقال انه نزل يوم 20 يونيو واخد معاه السكينة، وكان كل اللي في دماغه انه يخلص عليها. اما المفاجأة التانية، فالمتهم محمد عادل هدد بالانتحار عشان يتخلص من حياته اللي اتحولت لجحيم واسرته اللي حياتها اتدمرت، ومصدر امني اكد انه بعد ما هدد بالانتحار اتحط تحت حراسة امنية مشددة. طب يا هند، بما ان مفيش محامي موافق انه يدافع عن المتهم، ايه اللي هيحصل؟ احمد حجازي محامي نيرة قال ان المحكمة هتنتدب له محامي بحسب القانون، وان القضية هتخلص ان شاء الله من اول جلسة لان الجريمة كانت متصورة قدام الناس، واكد ان المتهم كان بيفكر في الجريمة من رمضان اللي فات، وفي نفس الوقت نفى الكلام اللي اتقال على السوشيال ميديا على لسان المتهم اللي قال فيه اعدموني وادفنوني في حضنها، وقال ان الكلام ده فارغ وما حصلش. طب وبالنسبة للناس اللي كانت بتقول ما يمكن يكون شارب حاجة؟ تقرير الطب الشرعي اللي اتعمل للمتهم اللي بيكشف تعطيل المخدرات او الكحوليات اكد ان كل التحاليل اللي اتعملت طلعت سلبية، واكد انه لا كان متعاطي حاجه ولا شارب حاجه. اما دي بقى فكانت ابرز اقواله قدام محكمه جنايات المنصوره النهارده الصبح في اول محاكمه ليه. ندمان على قتل نيره، والحب ما فيهوش قتل، بس هي استغلتني وبهدلتني، ارتبطت بيها وكانت بتشتكي لي من اسرتها وسجلت ده بالصوت، انا مش متشدد، انا عرفتها وهي موديل وكنت بوافقها على كل شيء، استعنت باهلها لشكوتها لكنهم قالوا لي ملناش علاقه بيها، عامله لنا بلوك. وفي المحاكمه الاولى ليه اتاجلت الجلسه ليوم 28 يونيو. ومن مصر نروح على كاليفورنيا، المدعي العام في مقاطعه اورنج بالولايات المتحده الامريكيه قدم مذكرة حوالين وقعة القتل المتهم فيها رامي فهيم ابن وزيرة الهجرة نبيلة مكرم. بس المذكرة قالت ايه يا كريم؟ المذكرة ضمت اتهام مكتب المدعي العام لرامي بانه انتهك القانون وقتل شخصين مع سبق الاصرار والترصد في جريمة قتل من الدرجة الاولى، وان المتهم استخدم سلاح للقتل في الجريمتين وهي عبارة عن سكينة، وان المعلومات والتحقيقات اكدت ان رامي ارتكب الجريمتين مع سبق الاصرار والترصد. اما في اسماعيلية فكانت في وقعة شغلت مصر اليومين اللي فاتوا، فيديو انتشر على مواقع التواصل ان ست اتعرضت لتخدير وهي راكبة تاكسي، وطبعا الموضوع قلب السوشيال ميديا، والحقونا العصابات عماله تخطف في الستات. بس طلعت ايه الحكايه يا كريم؟ وزاره الداخليه طلعت بيان واكدت ان الموضوع اشاعه، وان الحكايه وما فيها ان الست وهي راكبه التاكسي حست بشويه تعب واغمى عليها، وساعتها ولاد الحلال طلبوا لها الاسعاف ونقلوها المستشفى، ولا حد خد منها حاجه ولا حد سرقها، واكدت الداخليه انها تتخذ كل الاجراءات ضد كل مروجي الاشاعات. طيب مفيش خبر يفرح القلب يا كريم؟ الطفله رقيه اللي ماساه مرضها شغلت مصر اليومين اللي فاتوا، الحمد لله ولاد الحلال جمعوا لها اكتر من 43 مليون جنيه ثمن الحقنة عشان تتعالج من مرض ضمور العضلات بعد حملة كبيرة لإنقاذها، وكان المنظر قدام بيتهم في اسكندرية يفرح القلب، وسط زغاريط وطبل وزمر ملت المنطقة كلها، وفي النهاية ربنا يشفي رقية وكل مريض يا رب. والداعية الدكتور مبروك عطية بيرجع في كلامه تاني، وبيظهر على صفحته فيديو جديد بعد 3 ايام من اعتزاله السوشيال ميديا، وقال سامحوني ما كانش قصدي اقول لكم البسوا قفف يا ستات، كان قصدي البسوا هدوم حشمة عشان ما تدبحوش في الشوارع. ولحد هنا وخلصت حلقتنا، وكالعادة اخبارنا ما بتخلصش، وفي نهاية حلقتنا زي ما ودناكم محتاجين نعرف رأيكم، تفتكروا ايه الحكم اللي يستحقه قاتل نيرة غير الاعدام؟ اكتبوا لنا في التعليقات.